ما حكم الزنا؟ يزنا حكم من دلو؟ يزنا أتصيّفِ النّتُس من هالنو؟ يميلون سن ملكة دجمو؟ أجمع العلماء على كون الزنا من الكبائر. علماء التوبان دمت تسمع مبتنا جربينور. زنا حرام مهون بتشا سايون تلالا كم يبالو ونجلوش مهون باند دمس علماء تسمع توبتان لمن لقول الله عز وجل في سورة الإسراء ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا زمت أتقربوت زمت أتصيّفنا من قد النتو يكفى سلهنا بلو الله سبحانه وتعالى سلتنا قرمانة نوع بل إلى آية لا يدقم الله من إلال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله يقاب التشان تعطى مشفن يما يتلو والتعطوج الله اسكم بها كبرات شونا كترفات اسكم بيستعط شو درس يتبقوا كحرام بلوان يهنن هيلن يانتزاز الله سيستلالف يهنن يتعصى حرام مسرات بالتشاسيون ترى الله كم يبالو ونجلوك أن يمياون دفزما مسرجا يهونا نالنا يقول الإمام ابن حجر رحمه الله ابن حجر سناقر من الال عد الزنا من الكبائر وإن زنا كتلا لك ونجلوك تقوط وعلام هي رقمو بعالي مجزن يتسمى مبت سيهون واختلف في أيهما أشنا يتنياو يزنا أينتنو بتام كفافيونا بتام أسازانيو بميلو علماء تكراكرو بتالالو يتنياو زنا كليلا ونجل قارا سنة تاتر يتنياو ونجل لو كبادو بميلون تخالفو بتال لمسالي كشرك بوهالا سو مقدل لو تلق ونجل ويس دقمو زموت مسرات لو تلق ونجل يميلون علماء تانستو كشرك بوهالا يال ونجل كفيلوچو زنا مسرات لو عالو كفيلوچو دقمو سو مقدل لو عالو لكن صحيحو من دلو زنا مسرات عندناو شركناو ሁለተኛው ሰው መግደል ነው ሶስተኛ ደረጃውን የሚይዘው እስልምና ውስጥ ያለ ትልቅ ወንጀል ቢኖር ህገወጥ የሆነ ግብረ ስጋ ግንኙነት حرام የሆነ ወይም የተከለከለ የሆነ ዚና መስራት ነው يقول الامام احمد رحمه الله ما اعلم ذنبا اكبر بعد الشرك بالله وقتل النفس من الزنا امام احمد بن لال رحمه الله በአላህ ከመሻረክና ሰው ከመግደል በኋላ እንደ ዚና ትልቅ ወንጀል አላቅም ይላሉ ኢማሙ አህመድ ረሂመሁላህ የዚና አይነቶችንና የዚናውን ደረጃ እስኪ ለማየት ሞከረ ኢብኑ ሐጀር ረሂመሁላህ አሁን ምን ይላሉ አዚና ቢአጅነቢያ ላ ዘውጀ ለሃ አዚም ባሊ ለላት አጅነቢያ ሆነችን ሴት ይዞ ግብረ ስጋ ግንኙነት በተከለከለ መልኩ መፈጸም تلك هنا وجلنا ويلال واعظم منه كذيه بلته تلك وجل امي بالو دغمو باجنبيه لها زوج بالي اللاتن سيت ما بالغ نو بالي اللاتن ما بالغ حرام نو تلك وجل نو كذيه غارا تايزو دغمو كذيه بلته وجل امي هونو بالي اللات ست هونو قالو كذيه بلته وجل دغمو بيتسب ستون يبلت أنجل هنا الزمد سيهون مالتنا وزين الثيب أقبتها متاكلج زينة بتسرى أقبح من زين البكر أقبتها كما تاكلج يبلت بشريعة أتصيافين إبال الله تعالى لما ببال حدات شو شريعة يسكن متلات شو يمكة شعر من جاراسو أقبتها متاكون النا أقبتها متاكون ليتو سلهون مالتنا كذيكا تيعيزو ሽማግሌ ዚና ቢያደርግ ወጣት ዚና ቢያደርግ ከወጣቱ የበለጠ ሽማግሌው ወይም በእድሜ ገፋ ያለው ሰው ዚና ቢሰራ ከአላህ ዘንዳ የበለጠ ወንጀል ይሆንበታል የጎረቤቱን ሚስት ቢያባልግ ك
ከዛ ውጭ ያለን አካል ያባለግ የጎረቤቱ ምስትና የጎረቤቶችን ልጆች ያባለገው በሸሪዓት ልቆንጀል ተብሎ ይታሰብበታል። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በሐዲስ እንደ ተናገሩት فيما رواه الامام مسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ሶስት ሰዎች الله سبحانه وتعالى አያናግራቸው በረህመት አይኑም አይመለከታቸው አሳማሚና አሰቃቂ ቅጣትን መድቦላቸው አላሉ። እነማናቸው እነዚህ ሰዎች? አንደኛው አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም شيخ زان شماغلي هو ዝሙት ቢሰራ ነው አሉ። ሁለተኛው ሳ وملك كذاب ባለ ስልጣን ሆኖ የሚዋሽ ነው አሉ። ሶስተኛው ሳ وعائل المستكبر دها هو የሚኮራነው ብለው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በሐዲታቸው ተናግረውታል። وفي روايه الامام الطبراني رحمه الله يقول النبي عليه الصلاه والسلام لا ينظر الله الى الشيخ الزاني ولا الى العجوز الزانيه رميوا قفتو زموت متسراننا رميوك قفا بهالا زموت ميسران سو وند الناس يتوچن الله سبحانه وتعالى برحمه ايلو اي ملكتاچون بلوا على الرسول عليه الصلاه والسلام. روى ابن مسعود رضي الله عنه انه اتى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نبي عليه الصلاه والسلام متنا اي الذنب اعظم عند الله يا رسول الله لك كالله زندا كونجلوچ ሁሉ يكفاو مندنو اسكي لغوين بلو رسول الله عليه الصلاه والسلام طيقاچو رسولنا صلى الله عليه وسلم ان تجعل لله ندا وهو خلقك السفط روح سيابكا لا الله شريكنا غادنيا لتادرغبت نواب يهنن كادرك يهنن كسره تلك وانجل بهوته لا يفصمها لي بالالالو ሁለተኛው ሰዓ ان ذلك العظيم لك بلاچو على الرسول عليه الصلاه والسلام لك بلاچو حال جن كذي قتلوا الساعه علاچو قال ان تقتل ولدك مخافه ان يطعم معك كانت غنداي مگبله አንተ ጋር ምግብ እንዳይሻማኝ ብለህ ልጅህን መግደል ከዚህ ቀጥሎ ያለ ትልቅ ወንጀል ነው አሉት ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ثم ايو ከዛ ቀጥሎ ሳሌላ ምን ትልቅ የሆነ ወንጀል አለ ብሎ ጠየቃቸው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። አንተ ተዛሊየ በሐሊለ ትጃሪክ የጎረቤትህን ምስ ለዝና ልትሰራባት ነው ልታባልጋት ነው ይሄን ካረክ تلك وانجل سرتها البلوتال رسول عليه الصلاة والسلام.